أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الجزء من النافذة الذي نخصصه لتطورات المشهد السوري. استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مجموعة من كوادر الدفاع المدني في مدينة دوما بريف دمشق، وبينما كانت عناصر الدفاع المدني تقوم بالبحث عن ناجين بعد غارات على المنطقة، استهدفتهم قذيفة من قبل قوات النظام. الله أكبر، قصف عنيف على مدينة دوما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. 18/2/2016. استهداف مدينة دوما بقذائف المدفعية الثقيلة 18/2/2016. معنا للحديث عن هذا الموضوع من مدينة دوما بريف دمشق الناشط الإعلامي ياسر الدوماني. ياسر، أرحب بك. ما هي آخر الإحصاءات بالنسبة لعدد من سقطوا جراء هذا القصف؟ نعم، حتى أعود إلينا ياسر الدوماني. في حلب قتلت امرأة وأصيب عدد من المدنيين بجروح، بعضهم في حالة حرجة جراء غارات شنها الطيران الروسي. استهدفت تجمعا لتوزيع الألبسة في إحدى الجمعيات الخيرية بحي الفردوس في مدينة حلب، وتظهر الصور محاولة أهالي الحي البحث عن عالقين تحت الركام، كما خلف القصف دمارا هائلا في منازل المدنيين والمحال التجارية. في غضون ذلك دارت اشتباكات عنيفة بين كتاب المعارضة وقوات النظام على أطراف حي المنشية بدرع البلد، تزامنا مع غارات للطيران الحربي على الأحياء السكنية في المدينة. وتواصل كتائب المعارضة استهدافها مواقع تمركز قوات النظام في مدينة درعا في عملية عسكرية أطلق عليها شعار إن عدتم عدنا. تهدف العملية لفتح الطريق بين ريف درعا الغربي وريف القنيطرة وريف دمشق الغربي، هذا وتحاول قوات النظام التقدم إلى المنطقة لاستعادة المواقع التي تسيطر عليها كتائب المعارضة. ينضم إلينا من ريف درعا عبر سكايب الناشط الإعلامي أحمد المسالمة. أحمد، ما هي آخر التطورات في درعا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرز التطورات التي حصلت في محافظة درعا وريف درعا هو الحاضنة الشعبية التي عادت إلى الجيش الحر بعد العمليات العسكرية التي خاضها في مختلف المناطق، إن كانت في مدينة درعا أو كانت في منطقة المثلث أو مدينة الشيخ مسكين. فالجيش الحر كان على يد رجل واحد وبقوة واحدة، ووحد الصفوف ورص الصفوف، وكان له حاضنة شعبية متوقدة، وعادت إلى الغليان هذه الحاضنة الشعبية التي عادت للجيش الحر بعد أن حقق انتصارات كبيرة في درعا البلد بتدمير 3 دبابات يوم أمس، واستهداف المربع الأمني بقذائف الهاون والمدفعية، وتحقيق إصابات مباشرة ومقتل العديد من قوات النظام التي حاولت بالسخوي الروسي المحتل قصف منازل المدنيين وأطراف حي المنشية ومخيم والجمرك القديم بمحاولة التقدم عليه وسحب جثث قتلاها، ولكنها لم تفلح بذلك. الجيش الحر أخذ بعض المواقع وتقدم قليلا في حي المنشية، واليوم استهدف بالهاون والمدفعية مواقع لقوات النظام بدرعا المحطة ودرعا البلد وقمص عسكري تابع لقوات النظام. وأيضا في معركة إن عدتم عدنا في ريف درعا الشمالي الغربي، هذه المعركة التي كان لها وهج خاص باجتماع أكثر من 15 من قيادات الجيش الحر والجبهة الجنوبية والفصائل الكبرى واستهداف تل جرين والمنطقة
ملتقى بقذائف الهوائية. أحمد أحمد المسالمة، يعني هل للاسم الذي اختارته المعارضة لهذه المعركة إن عدتم عدنا هل له دلالة معينة؟ نعم، الجيش الحر يعي تماما ما يقول وما يطلق على الأسماء المناطق أو المعارك. هو يقول لقوات النظام إن عدتم عدنا، لأننا عدنا إلى المعركة بزخم كبير بوحدة صف واحدة، وسيكون الرد في دمشق. ومعركة إن عدتم عدنا تهدف إلى فتح الطريق إلى مدينة دمشق وفك الحصار عن الغوطة الغربية، وإن عدتم عدنا تعني أن لقوات النظام أننا عائدون، وسنكون كما أنتم تقصفون بالعمق وتتمكنون من التقدم في بعض المناطق، نحن سنتقدم على دمشق ونكون في عمق دمشق بالقريب العاجل. هذا الذي كان يبغيه الجيش الحر من التسمية. نعم، أحمد المسالمة شكرا جزيلا على وجودك معنا. نتحول الآن إلى واشنطن ومؤتمر صحفي لوزير الدفاع الأمريكي. إلى هناك مشاهدينا، كان هذا مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره المغربي صلاح الدين مزوار، حيث أثنى جون كيري على العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانبه قال صلاح الدين مزوار أن أمريكا قامت بدور كبير وجون كيري على وجه الخصوص في إنجاح مؤتمر باريس. نعود للنافذة، قال ناشطون إن عددا من قوات النظام قتلوا في اشتباكات مع كتائب المعارضة على جبهات حرب نفسا بريف حماة خلال محاولة تسلل لقوات النظام للسيطرة على المنطقة، وتزامن ذلك مع غارات شنها الطيران الروسي على بلدة حرب نفسا وقصف مدفعي من حواجز قوات النظام المحيطة بالبلدة. يعاني العاملون بمهنة الحدادة في جبل الزاوية بريف إدلب من صعوبة الحصول على متطلباتها وارتفاع تكاليف المواد الضرورية والمحروقات، وبحسب أحد الحرفيين فإن عدم استقرار المحروقات وسعر صرف الدولار يخلق مشاكل مع الزبائن ويؤدي إلى ضعف العمل. بضاعتنا كلها من السوردي من تركيا بنجيبها في الدولار، نفصل مثلا حق الباب 30,000، بين ما نشتغل الباب بصير حق فصلنا ب 30 بصير حق 35، يعني توفير ما فيه، شغلنا كلياته خساره. ترجع للمحروقات، محروقات صعبه، يوم فتح الطريق يوم سكر الطريق، يوم بيكون موجود اللتر 150 يوم عم بصير ب 300، يعني تصير البضاعه ما في، يعني حركه الشغل ضعيف كثير، يعني اول باول. وصلنا 20 مثلا واحد مثلا 100,000، ثاني يوم غلى الدولار صار البرش كله 150,000، بنتكلمش مع العالم لحتى نحسن المبلغ. نعم، وصلنا 100، كيف بدي يعطينا 150؟ السبب كله غلاء الدولار، عندما نجيب بضاعتنا كلها مستورد من برا. يعاني أهل مدينة خان شيخون بريف إدلب من انقطاع المياه بسبب توقف بئر المياه الوحيد في المدينة عن الضخ بسبب الانقطاع التام للتيار الكهربائي. انقطاع المياه دفع الأهالي لشرائها بأسعار مرتفعة رغم عدم صلاحيتها للشرب في بعض الأحيان. بئر هون في مدينة خان شيخون صاروا متوقف عن العمل أكثر من 5 أشهر، يعني بسبب انقطاع التيار الكهربائي في البداية، بعدين ارتفاع سعر المازوت، يعني هذا التكلفة كانت أكبر من تغطية المفقات، كان توقف البئر عن العمل. البئر بلازم مدينة خان شيخون فيها شيء 65,000 نسمي بالإضافة إلى عدد من النازحين. يعني تواصلنا مع عدد من المنظمات عن طريق مجلس المحافظة ومنظمات بشكل انفرادي، يعني ووعدونا وسمعت شيء. نشتري من المي المشترك، طبعا المي غير صالحة للشرب ولا بأي شيء،
عبارة عن مي مالحة وكلسية. اليوم البرميل يمكن يعني ما في تحت 100 ليرة البرميل. عبد الله بتشتري هذا بيعلك البرميل ب 100، هذا ب 125، هذا ب 90، هذا ب 150، ما تعرف تراضي عليه. مين مسؤول انه يأمن لكم المي؟ مش بعرف مين مسؤول. ليش عم تعرف هذا اليوم مين مسلم مين ما مسلم؟ كل العالم مسلم اليوم. بعد أن تخطى سعر صرف الدولار عتبة الأوربامات ليرة سورية، بدأت الأسعار بالارتفاع بشكل كبير، مما أدى إلى عزوف المواطنين بمن فيهم التجار عن اقتناء العديد من السلع. في الجولة التالية نرصد آثار ارتفاع سعر صرف الدولار في ريف القنيطرة التي تعاني مثل باقي مناطق سوريا. يعني صاير فينا الجمعة كل جمعة شكل، يعني الجمعة الماضية كان سعر واليوم سعر. إخواني اليوم البندورة 400 ليرة، الزارة 300، السبانخ 200، يعني كل ما ارتفع الدولار عم ترتفع الخضريات، يعني غريبة الأحجار. بنروح منجيب خضرة عم نلاقيها غالية، بقول إنه الدولار غالي، صار الدولار ب 400 ليرة 450 ليرة عم ينباع، ما احنا عارفين شو بدنا نسوي. المواطن منين؟ ما في شغل عند العالم، البضاعة كلها غالية. لما كان سعر الدولار 300-350 كنا نعرف نشتغل، كنا ناخذ نجيب زبون يعرف السعر يعني مقبول. لما صار الدولار هسه 450 لا هذا عرفنا نجيب غرض، تروح على المحل يقول لك الدولار دغري دولار كله دولار، طلع القطع صار الزبون يجي ما عاد صار يشوف الغلا هذا ما عاد لا رضي لا عرفنا نشتغل لا شيء، ما ظل لا شغل ولا شيء، كله صار على الدولار، ما عاد ظل هون كل شيء على الدولار. أطلقت منظمة بيبل إنيد في شهر أكتوبر الماضي مشروع روضات مجانية للأطفال بريفي إدلب وحلب، ووفق آخر إحصائيات لمنظمة اليونيسيف فإن نحو 5.5 مليون طفل سوري تأثروا بالصراع الدائر بالبلاد. بريف إدلب نحن عملنا مشروع روضات تقريبا بجميع ريف إدلب وحلب. تقريبا عندنا هون بريف إدلب 20 روضة مساهم في استمرارية العلم. نحن هدفنا أنه يضل العلم مستمر رغم الحرب رغم الظروف الصعبة. الأنسات هون عم يعطوا جميع المواد تقريبا، بيعطونا اللغة الإنجليزية اللغة العربية إضافة إلى نشاطات ترفيهية تربوية لغوية، نحاول ننمي لهم مواهبهم. إذا في عندهم مثلا في طالب بيحب الرسم، طالب بيحب الغناء، طالب مثلا بيجيد بعض الأمور بسيطة مثلا نحت، هون نحن عندنا بنحاول إنه ننمي لهم هيدي المواهب. وكثير مبسوطين وعم نتعلم الحروف الإنجليزية وكثير مبسوطين إن شاء الله على الأطفال في سوريا رغم الحرب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعده. مهندستان من غزة تتمكنان من إنتاج أحجار بناء صديقة للبيئة وبكلفة منخفضة.